أهلا ومرحبا بكم، أحييكم باسم الرب يسوع، وصلاتي هيك اليوم تمتلي بنعمة ومحبة الرب له كل المجد. اليوم في شيء خاص بحب أشاركه لكل أحبائنا المشاهدين، ولسيما اللي بيشاهدونا على التواصل الاجتماعي، لسيما الفيسبوك أو فيسبوك لايف. والموضوع هو: لماذا تلعن يا صديقي؟ عم بلاحظ في الآونة الأخيرة كتير من أحبائنا المسلمين بيكتبوا على الفيسبوك، والفيسبوك طبعا منرحب بكل التعليقات وبكل الأفكار وكل المداخلات، وهذا من حقه. لكن لاحظت شريحة معينة من اللي بيشاهدونا على التواصل الاجتماعي دائما بيستخدم عبارة لعنة الله على الكافرين، ويعني مثلا ممكن نتكلم بآية معينة أو نتكلم عن هوية وشخصية يسوع، بدل ما أنه يبحث بالموضوع وأنه يناقش في هذا الموضوع بشكل موضوعي وبشكل منطقي وعقلاني أيضا، لكن منشوف أنه بيرمي وبزت كلمات. وإحنا بنعرف اللي بيرمي الكلمات إما بخبي حقيقة معينة، أو إما هو شخصيته لربما في جهل أو كبرياء، مش عاوز ينكسر كبرياءه إن يواجه الحقيقة، أو ممكن تكون خطية عايش فيها. فالكتاب المقدس وشخصية يسوع المسيح بتفضح الشخص، لأنه ما فيش مسايرة ولا مساومة، فهو القدوس. فأنا عاوز أقول لكل الأشخاص اللي بيكتبوا في هذا الأسلوب وفي هذا الموضوع، يعني هديها شوي لعدة أسباب. أولا، نحن لسنا من الكفرة، فنحن نؤمن بالإله الواحد القادر على كل شيء. نحن نؤمن بالإله المخلص والإله القدوس والإله الفادي والخالق. نحن نؤمن بالإله القادر على كل شيء، العالم بكل شيء، الحاضر في كل مكان وفي كل زمان. نحن نؤمن أن الله واحد لا شريك له. فأنت عندما تتكلم بلغة الكفر علينا، أنت تتكلم مع من أو تحدث من؟ فلربما في آيات معينة بتحرضك إنك تقول هذا الشيء، ولكن هل فكرت أو سألت شخص مسيحي؟ أو مثلا تبعت بصيغة سؤال وتسأل وتقول: باي ذا واي، على فكرة، ليه أنتوا بتقولوا في هذا الفكر وفي هذا الأسلوب؟ شيء ثاني، إحنا مش بس بنؤمن بالإله الواحد، إحنا كمسيحيين بنتشبه وبنفتخر بيسوع المسيح. فالمسيح لا توجد أي شيء أخلاقياته، ما فيش أي شيء فيه بيحرج أو بيخجل. أنت بتآمن بيسوع اللي هو الكامل، مظبوط؟ يعني هذا إيمانك كمان. والمسيح هو الوحيد، يعني حتى بيذكر كل خطايا الأنبياء ما عدا يسوع المسيح هو الكامل. فنحن نؤمن بالمسيح. وعادة أنت بترمي كلام: قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم... هاي الآية لمين تتكلم؟ اسأل نفسك، هل تتكلم إلنا كمسيحيين؟ نحن نؤمن بإله واحد، ونحن نؤمن أن الله لا يلد ولا يولد. عندما نقول المسيح ابن الله، في معنى روحي عميق جدا. فأنت عم تتهمنا اتهامات إحنا بعيدين عنها، واتهامات باطلة. فمثل ما ذكرت أن الواحد من الأسهل أنه يرمي كلام من أن يبحث عن الحقيقة، ولربما يجد نقص معين فالأسهل هو الهجوم، أسلوب الهجوم، زد كلام، ارمي كلام، لكن فش يعني سعر على الكلام. وإحنا اتذكر على فكرة، إحنا شرقيين ومنقرأ كل الكتب، منقرأ القرآن والحديث والتاريخ ودارسينه وعارفينه. فلما أنت بدك تتكلم معنا، اتكلم بمنطق، لأنه في أسئلة كتير كمان إحنا عنا إياها نسألك إياها، وأنت محتاج إنك تجاوب.
فأنت مثلا بتقول يعني مثلا الإسلام مثلا فلن يقبل من هو في الآخرة من الخاسرين. احنا نؤمن انه الإيمان هو بيسوع المسيح. وأنا عندما أقول أؤمن بيسوع المسيح للأسباب التالية: ولادة عذراوية، هو الوحيد الكامل، صنع معجزات لم يفعلها أحد، علم تعليم لم يقلها أحد، عاش حياة، معاملاته، كلامه، كل شيء في يسوع طهارته، نقاوته، قداسته. فأنت لما بدك تقول مثلا خاتم الأنبياء وسيد المرسلين لازم تقول للأسباب التالية: 1، 2، 3، جيب الأشياء مثلا اللي هي تتفوق على هوية المسيح حتى نقول أوكي في إشي أعلى وأكبر إحنا مستعدين نتبعه. بس من الأسهل إنك تروح رامي كلام بدون البرهان وبدون الدليل أيضا. فمن الأسهل إنك تهاجم. إحنا مش كفرة. وبعدين على فكرة مش في آية أنا أتكلم على أساس إنه هذا إيمانك أنت في القرآن. يعني يا عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. طب مين هم اللي اتبعوا المسيح؟ هو أنا وكل شخص يؤمن بيسوع المسيح فوق الكفرة إلى يوم القيامة. من هم الكفرة؟ الذين يكفرون ولا يؤمنون بيسوع المسيح. ألم تسمع ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن؟ ألم تسمع وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ فلماذا تهاجم ولماذا تلعن ولماذا تكفر؟ ألا تعلم أنك يوما ما سوف تقف أمام الديان؟ أليس المسيح هو الديان حتى في معتقدك؟ ألا تعتقد أن يوم من الأيام رح تواجه يسوع المسيح؟ وهل مجرد رمي الكلام سينجيك من عقاب الدينونة المخيف؟ فأنا أدعوك يعني قبل شيء، قبل أن ترمي الكلام ابحث الكلام، وإذا عندك سؤال مش غلط اسأل ابحث. يعني قول باي ذا واي، على فكرة ليه بتآمنوا أنتوا في هذا الأسلوب بهذه الطريقة؟ هذا من حقك. لكن مجرد تقول كفرة كفرة، على فكرة الكتاب المقدس بقول باركوا ولا تلعنوا، وقال يسوع المسيح أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم. هنا لربما اضطهاد فكري، مقاومة ليسوع المسيح. وبعدين سؤالي هو اليوم الناس بتقرأ كل أنواع الكتب، أليس عجبا أنك أنت بترمي كلام بدون ما تقرأ الإنجيل الكتاب المقدس؟ خليني أقول لك، إذا بتقرأ الإنجيل رح يكون مثلك مثل مئات الألاف من أحبانا وأصدقائنا المسلمين اللي كانوا يقاوموا المسيح، اتغيرت حياتهم وصاروا من أتباع المسيح. فإذا أنا بدعوك مش تعصبا، لكن بتكلم معاك بكل محبة، وعاوز أقول لك على فكرة إحنا مش كفرة، ولا حتى كتابك بقول إن إحنا كفرة. طب ليه أنت بتهاجم في هذا الموضوع؟ على كل حال أنا عاوز أقول لك أنا بحبك بمحبة يسوع المسيح، وإذا أنت بتسيء إلي أنا بدي أصلي لك، وإذا أنت بتلعن أنا بدي أقول لك ربنا يباركك، وإذا أنت بتقاوم أنا بصلي إنك أنت مش بتقاومني، أنا أنت بتقاوم يسوع المسيح. أسرع طريقة إنك تبحث وصلي هاي الصلاة البسيطة، قل له يا رب إذا فعلا أنت كما تقول أو كما يدعون اعلن ذاتك لإلي. في أبسط منها؟ أنت ما غيرت الشيء من واقع. صدقني أنا أؤمن بالإله الحي القيوم، الإله الذي يعلن عن ذاته، ولعندما عندها ستكتشف يسوع المسيح الفذ الفريد الرائع المثال الكامل، ولابد أن تقع في حب يسوع المسيح وتتغير حياتك.
عاوز أقول لكل أحباء اللي بشاهدونا، إذا أنت أعجبك بليز حط لايك واخدم معنا، كون شاهد معنا. عملية بسيطة، ابعت شير لكل من يشاهد هذا الموقع. ربنا يباركك وشكرا كتير لكم.